يا جماعه انا محبوس في الباك رومز دي وعايز اطلع من هنا. قالوا لي البس البدله الصفراء يمكن تطلع من هنا، والمفروض ان في غازات سامه بره وفي وحش شرير. طب يا ام كامل انت هتطلع لوحدك ازاي؟ وايه كميه يا جماعه، انا محمص رجلي محروقه مش هتنفع معاها البوتات دي. وايه ده البدله دي؟ والله لو لبستها يا شباب هبقى لابس اوفر سايز. عارفين انتوا اللبس الواسع قوي ده بتاع شباب الزمالك، بس ده بقى في باك رومز يا شباب. طب وايه ده؟ ماسك؟ ماسك ايه؟ مش محتاج ماسك، انا كده كده محروق خلقه. يعني انا لو خرجت بره عشان اتحرق ولا حاجه فانا كده كده محروق. استنوا كده مرن عليا حد يساعدني. يا ربي بسم الله. ايه ده؟ جت لي رساله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ يا جماعه الوحش ده ولا ايه؟ شكل الوحش استخبى يا ام كامل. اه ما تقتلنيش ما تقتلنيش ما تقتلنيش والنبي ما تقتلنيش. حاسس كده؟ عاصم انت عم انت خايف من مين يا عم عاصم؟ ايه ده؟ استنى شوف لي كرتونه معاك بسرعه. اي كرتونه؟ اي كرتونه؟ ايه؟ اي كرتونه بسرعه. حط لي كرتونه. ايه؟ اصبر مش عارف اشيل حاجه. طب استنى ليه في ايه؟ حاجه ايه اقف عليها؟ انا اهو انا سد اهو. ليه في ايه؟ في ايه؟ استنى استنى بص من الشباك ده. بص بص الحمد لله الحمد لله. في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عايزين انت مين؟ انا مين ايه يا عم؟ انا محمود المحمص يا عم رمضان. معلش معلش كنت بجري بس من مخلوق شبهك كده بس على عملاق شويه. شبه ابنه؟ ابنه ايه يا عم؟ انا محبوس زي زيك هنا. ازيك يا محمد؟ يا عم انت في حته وحش بيجري ورايا بره، يخرب بيك كده يا عم. اصبر 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 اشوف انا اصبر اشوف انا عارف يا عم. بتاعات الصفرة دي بتقول ان احنا في البيت. ماليش دعوه انا يا عم، ماليش دعوه. اطلع شوفه لوحدك يا عم. اصبر اصبر انا اروح اروح بيتنا. مفيش حد من الشباك يا شباب، شايفين الشباك مفيش حد. طب امال بقى في؟ خد تعالى تعالى خد تعالى، مش ههرب من هنا لوحدي. خد تعالى تعالى. لا الطريق مقفول من هنا، مفيش حل تاني. اسمع اسمع البس البدله دي تمام، وانا هلبس البدله دي برضو ونخرج نشوف الدنيا. كده كده ما تقلقش، معايا الاغراض اللي ممكن تخرجنا. معايا سكينه. ها معايا سكينه؟ سكينه ممكن تخرجنا. انت فاهم؟ سامي البدله دي سكينه. انت لما تشوف الوحش تعرف يعني ايه سكينه. طب خلاص خلاص تعالى، لازم نرسم هنا رسمه. نرسم رسمه عشان اللي هيجولنا بعد كده يعرفوا ان احنا كنا محتاجين مساعده. هنكتب هنا هيلب. اوكي فاهم انت؟ عشان هيلب كده صح. بس كده احنا محدش هيقدر يساعدنا. انت عارف ازاي هنقدر ينقذونا من الحوار ده؟ ازاي ممكن ينقذونا من الحوار ده؟ ان هم يعملوا لايك على الفيديو ده. يعني لو عملوا لايك وكل اللي بيتفرج على المقطع عمل لايك ممكن نطلع من هنا. ايوه انت صدقني. يلا يلا شباب كل اللي بيتفرج على الفيديو دوت ينزلوا دلوقتي حالا يعملوا لايك واحنا ممكن نعيش. يلا بينا يا شباب، دوسوا لايك وكمان اشتركوا في القناه عشان نعزز اكتر واكتر، واللي حابب ينتسب في القناه ماديا جنب كلمه اشتراك. يلا يا شباب يعني شويه دعم. المهم النهارده بما ان معايا عم رمضان، والنهارده بما اننا في الباك رومز يبقى لازم نهرب. فاهم ولا مش فاهم؟ اه ايه ده؟ لا انت تبعني. انت تبعي انت تبعي انت تبعي. طب اصبر اصبر اصبر، همسك حاجه في ايدي احسن. يلا جاهز؟ جاهز يا معلم. تعالى يلا بينا. فين الوحش ده يا عم؟ مفيش وحوش يا عم بتخوف هنا. تعالى فين يا عم؟ مفيش. لا فيني سلاح وعد جيسس. عايز سلاح؟ اصبر اصبر. لا فيني سلاح. اصبر اجيب لك سلاح. ايه رايك في الاي كي ام ده؟ بص اسطوري. بص بص اسطوري. ابعد ابعد ابعد. مش عارف ادولك ازاي الصراحه، فمش مشكله دلوقتي. المهم تعال. انا لقيت سكواد. ايه ده؟ ما تخليش ان هو ده الوحش. انا مش طالع. لا امشي امشي اجري اجري. اصبر بس ده بيحاول يفتح الباب ده ولا ايه؟ اصبر اصبر. هتخرج من هنا ازاي يا غبي؟ امسك امسك الكاميرا دي. امسك هاكر المكان ده. لازم نراقب كل الكاميرات اللي في المكان دوت عشان خاطر نعرف احنا هنروح فين. وسع وسع وسع. كسر لك الازاز ده بالكرسي. حاسب حاسب يا ابني حاسب. اقعد على الكرسي ده بسرعه. استنى تقعد على الكرسي ايه يا عم؟ انا بحاول ان انا اكسر لك الازاز. مش فاهم حاجه انت. انت بص 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 انا قعدت هنا. استنى افتح الكاميرات دي بقى يا عم. ما بيعملش حاجه ده كيوت. بص كيوت. اه اه والله ضربني كف يا عبد. يا عم انت مين الكيوت يا عم انت؟ ثواني بشغل جهاز المراقبه عشان اشوف الدنيا بره امان ولا مش امان. امان خلاص مفيش غير الوحش دوت. استنى اقفل بس حاجتي هنا عشان الحاجات ديت مهمه بالنسبه لي. انت لو شفتها تاخدها. اقفل الباب الخزن دوت. ايه ده؟ خزنه ايه دي يا عم؟ وريني كده يا عم حاطط فيها ايه. بيبسي يا عم بس عايز بيبسي. بيبسي بيبسي عايز اشرب بيبسي يا امكن. كل ما احط بيبسي في الثلاجه ياخدها مني. طب اسمع اسمع انا عندي فكره. بما ان مفيش حاجه نهرب بقى من هنا. بص شوف انا معايا ايه. شايف انا معايا ايه؟ ايه ده؟ منشار. منشار شوف شوف. طب حلو قوي. اعمل فتحه نلف... في الحيطه. نلف العكس ونهرب من الحيطه اللي من هي... هي... الضهر. ايه ده؟ انت عملت ايه؟ فتحت ايه؟ فتحت باب. فتحت الباب. اقفل بسرعه اقفل
فلق علينا. شوفها على الباك رومز. او ماي جاد، انا اول مره اشوفها وادخلها اصلا، ويوم لما ادخلها ادخلها مع عم رمضان. طب اصبر اصبر، تعالى هنا، تعالى تعالى يا ابني. الاوضه دي تقدر تتحكم فيها في كل حاجه في الباك روم. تعالى بس افتح لك فتحه في الحيطه نهرب منها. شيل البتاعه دي بس. يما ايه ده ايه ده، هو انا اللي عملت كده ولا انت؟ ده انا اللي عملت كده، انا قفلت الابواب. اقفل اقفل تاني، اقفل 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 عشان ما حدش يخش لنا. والله الازاز بيتكسر، اقفل. او ماي جاد، الانذار ضرب، الانذار ضرب، الانذار ضرب. ويوا ويوا، تعال 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 يا غبي، تعال تعال بس اطلع معايا في الاسانسير. اطلع، ولا الاسانسير فوق اصلا. تعال اصبر، بينزل. يلا اطلع اطلع معايا، لازم. يلا اوكي، هو طلع بيه. لا ايه فوق يا اسطى، لا ايه فوق، انا ما اعرفش. في دخان اسود. والله ماي جاد، ده اشباح يا اسطى. قلت اجتماعات، خش خش الاجتماعات بسرعه. خش اجتماعات. استنى استنى، في بتاع بيفتح هنا. ده كل الابواب بتتامن، شايف؟ والله عيال المكان فعلا خطر جدا. افتح لنا الباب ده يا عم. اقول لك استنى، زمان انت يا ابني عمال تقطع في الباب يا ابني، مش هيشتغل كده. امال نعمل ايه طيب؟ بقول لك ايه، مفيش حل، مفيش حل غير ان احنا نهرب من مكان الوقت. انت فتحت كاميرا؟ كاميرا بألف في الكاميرات اهو. غير غير غير، الحق. ايوه استنى استنى، انا شفت حاجه. الحق الوحش اهو، الوحش اهو. وسع وسع، شوف وسع وسع اهو، خش. ايوه يا شباب، شايفين اهو رجوله اهي بتتحرك اهي. او ماي جاد. طب بص، هات لنا الكاميرا التانيه دي، كانت حلوه قوي. ايوه دي. ايه بقى اللي في العلب ده؟ بيصنعوا ايه؟ بيصنعوا ايه؟ ما تقوليش بيصنعوا بيبسي. وحوش. اوكي طب تعالى. لا وحوش. مين يا عم انت عايش في كوكب البيبسي؟ استنى شد الدراع ده، شوف ايه اللي هيحصل. انا شديت الدراع ده. ايه ده؟ ايه ده؟ انت عملت ايه؟ انت فتحت الازاز؟ لا، الباب اللي بره قفل، الباب اللي بره اتأمن. تعال شوف اللي هنا اتأمن، اللي احنا دخلنا منه. حلو اصلا. حلو. حلو جدا كده، هو مش قادر يوصل لنا. ده مش هو بس، ده واحنا كمان ما نقدرش نوصل لبعض. شوف حاطين اتوقع نور هنا، مش عارف ليه. إيه؟ شوف عشان لو حد دخل وكده، نور وحركات بركات. طب يا عم دي اسلاك الكهرباء. اطلع افتح، اطلع افتح. انا عارف اقتله ازاي. اطلع افتح بس، اطلع كده. اطلع افتح، تقلعش. هونج شونج ربونج شونج ربين ربين ترو. يلا بس بسرعه بسرعه، افتح الباب. سامسك في ايدي عشان اقوى سلاح عندي. بسم الله. يلا بسم الله. فتح ريبني بس، وفتح كل حاجه، وافتح لي ده كمان. تعالى لي يا عبد المنضب بسرعه بسرعه. انا نازل انا نازل بسرعة. انا نازل. اوكي اهو الوحش اهو. ايوه الوحش، اطلع له يا باشا. فينك يا عم؟ ده ما بيمشيش يا عم. عبد المنضب يا عبد المنضب يا عبد المنضب، دخل لنا جوه. اسمع، اسلحتي. طلع طلع، تعال تعال. والله بيتدمج. اضرب اضرب اضرب. اديله يا محمود، اقفل عليه اقفل عليه اقفل عليه اقفل عليه. مش عارف، انا اخش اقفل عليه من جوه. بسرعه بسرعه اقفل عليه. هوبا. ايوه هوبا، تعالى يا محمود. اوعى تنط، تعالى اخرج جري، اخرج جري، اخرج جري. الله عليك. الله اسطوره يا ماندو. تعالى 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 من هنا من هنا من هنا يا وحش. تعالى شوف شوف جاي لنا ازاي. سلاح خلص، اصبر معمر. على فكره هيموت، على فكره هيموت. اضرب اضرب عليه اضرب عليه. بس هيموت هيموت. مات، خلصنا منه عيال. خشله خشله. صورة محمود، مش مشكلة. بس انت نزلتنا فين؟ ما تقوليش ده احنا من بعض، ما تقوليش ده احنا من بعض. يا عبد المنضو يا عبد المنضو. لازم نوصل لبعض عن طريق الاشارات الصوتية. اسمع كده صوت الطلقة دي، سمعتها؟ لا. طب انا اقول لك حاجة يا عبدو 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 عبدو. انا كده انا كده، اديني علامة اديني علامة. اصبر اصبر، في كوبس كهرباء هنا. اضرب نار اضرب نار اضرب نار. ماشي، همسك في ايدي مسدس واقعد اضرب وانا ماشي. تمام، يلا بسم الله. حاولنا نوصل لعبد الشاب، لان لو هو وصل للكبسولات دي قبلي ممكن يحصل له حاجه، والعكس صحيح. انا لو وصلت قبله ممكن يحصل لي حاجه، لان الكبسولات دي بيتصنع فيها وحوش الاس سي بي وتبع باك رومز وكده. لو فتحوا كلهم لو فتحوا كلهم على عبد منضو هيعملوا معاه الكوكونو، وعبد منضو ما يحصلش معاه كوكونو لوحده يعني. انا كمان يتعمل معاه كوكونو. اوكي فخلينا ندور. انا شايف وحوش هنا من اللي كانت لسه بتطلع لنا من شويه. والله زيها كتير. اوكي انا حاسس ان انا قربت اوصل لك، لان انا عمال اخش من ابواب صغيره جدا، وان شاء الله اوصل لك يعني. بس مستحيل في الباك رومز دي. يا ماندو يا ما في حد جري من قدامي عبده، في حد جري من قدامي. والله في حد جري من قدامي، شبح ده ولا ايه يا عم؟ لا هو دخل يمين، سامع صوت شمال. لا لا انت سامع؟ بحاول اضرب لك اهو يا اخي. انت هتلاقيك في اخر الدنيا انت والله. لا لا انا انا انا, أنا بلف بسرعه، ما تقلقش هتلاقيني. يلا يلا سمع. بسم الله بسم الله. انا كمان بقى بلف. ايوه استنى، ايوه احنا مكان، وصلت مكان موقعنا، وصلت مكان موقعنا. والله مكان مكان البدايه، مكان البدايه. يلا تعالى. ايوه انا جاي لك اهو، انا جاي لك، انا عارف المكان ده. شوف الوحش. أنا عال انا هنا، انت فين؟ انت جوه؟ هو ايه ده يا عبدو؟
انا جيت لك انا جيت لك انا جيت لك هنا ده ضفدع على فينوم على بورس على ايوه يا اسطى. ايه ضفدع الفينوم دوت يا اسطى؟ هو فينوم بقى يتنق؟ ايه ده، انا فتحت الباب ده. اصبر اصبر، نخليه جوه ده ونقفل عليه ده. خش جوه بس، انا خايف يطلع لنا منه كتير يا اسطى. تلاش تلاش تعال. لاش انا والله مش قلقان غير منك. اوكي تمام، انا دخلته جوه. طب بقى تقفل لنا الابواب كلها كده، بس افتح لنا الباب بقى بتاعنا ده. لا الباب ده، ايوه يلا نط اخرج. باب اخرج عشان اقفل. اخرج اهو. اوكي بسرعه يا مكم، الله عليك. بس خرجت، يلا تعال تعال ورايا يا ابني. انت حرام عليك يا ايه ده؟ اوه انت جاي منين ده؟ انت جاي منين ده؟ اجري اجري يلا. تعال تعال، في اوضه تانية هناك جوه. تعال خد لك ار بي جي. ما جاش فيه ما جاش فيه ما جاش فيه. اديله يا عم، ما بيجيش الار بي جي. جه في ده، استنى بسرعه يا عبده. بنموت بنموت بنموت. مات مات مات. اوه ماي جاد، الحق. ايه كانوا شغالين هنا عمال ولا ايه؟ مش عارف انا ايه ده، انا عديت. تعالى كده، بيعملوا اوضه نوم دي ولا ايه؟ مش فاهم انا، بس ايه كميه يا حبيبي الوحوش دي؟ مش عارف. تعالى تعالى، لازم نوصل للغرفه اللي قلت لك عليها. تعالى ورايا ورايا يا عبد. تعالى بسم الله. يمين شمال شمال يمين. تعال من هنا تعال من هنا يا اخي. المشكله ان الدنيا ضلمه. شفت حاجه؟ اجري الحق وقع. لا انت وقعت. لا لا، بيجري ورايا بيجري ورايا ودمجني جامد. فاضل لي ضربه، انا اتشعبطت في حته هنا. تعال تعال ايوه، وراك وراك وراك. هو فين وقع؟ في الاسلحه اللي كانت معايا. خد يا ماندو بسرعه، ماندو بسرعه. لا اوه مات مات. قول يا شباب ارمي تحت. شوف شوف بيتمسك ازاي، شايف؟ بص يا اسطى اتشعبط يا اسطى في البتاع. استنى اقف عليه. انزل تحت انزل تحت. وقطع معايا وقطع معايا. يلا يلا انا بنزله. لاش انا بنزل. انا بس شغال طياره قديم. ده ايه ده؟ شوف شوف حشر يا اسطى. يلا يلا تعال حشر. وقطع وقطع في اي واحده من دول. تمام تعال ماشي. انت دي كده هنروح ليفل 2 يا اسطى. تعال خش خش خش. وما ما تخش محمود ما تخش. ليه لا يحصل؟ هتموت. طب ده ايه نزل تحت هنا؟ اسالنا انا واقول لك يا ابني. يلا تعالى خدني معاك. خدني يا عبد. ايه ده احنا ما تقوليش ده ليفل تاني وكده، وحوش تانيه وكده يعني. او ماي جاد، خايف. ربنا يستر. خلي بالك عشان انا في ليفل بيطلع لنا فيه حاجه. تعالى تعالى في سلم في سلم في سلم. فين فين؟ لازم نحل اللغز. ايوه ايوه السلم اهو السلم اهو. تعالى تعالى، تخافش تقلقش. طول ما معاك كامل يبقى انت الدنيا معاك هتبقى تمام. تعالى كامل 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 كامل. بص بص وراك كده، في حاجه ورايا. هنا ولا هنا؟ هنا قدامك. ارجع طب ارجع ورا شويه، ارجع ورا. بيدمجني بيدمجني. انت بتضرب عليا يا غبي. انا اسف انا اسف. خلاص مات مات مات. نشلنا صح الحمد لله. ده جه منين ده يا اسطى؟ مش عارف يا عم، هم بيترسبنوا في الماب بتاعتهم. او ماي جاد. اوكي يعني انا شام ليفل 2. واحد تاني فين فين؟ البازوكا خلصت. البازوكا اضرب يا ماند. خد خد بالسيخ خد. والله عليك خلي بالك يا اسطى، لازم نحل اللغز عشان ما عندناش لغز مش هنطلع منين عايشين. كانوا عايزين رجول بني ادمين، وبني ادمين متقطعين وكده صح؟ اه. طب ما ايه رايك فيك انت عبده يعني؟ لا لا لا، في ضحيه هنا لازم نوصل لها. واحد في واحد ميت لازم نوصل له. لو وصلنا له يبقى احنا كده كسبنا. خلاص خلاص شباب ندور عليه. يلا شباب شجعونا يا شباب احنا نوصل يا شباب. يلا كل الشباب ينزل يعمل لايك دلوقتي شباب، عشان لو احنا لقينا الراجل دوت يبقى كده احنا فوزنا. يلا بينا محمود. يلا بينا. اوكي لازم ندور على الراجل، لازم ندور على في في الاطرف. ايه ده؟ تعالى كده تعالى ورايا تعالى ورايا. انا حافظ الباك روم. تعالى الله عليك يا عبد. طول ما انا معايا عبد مضي يبقى مش هخسر يا شباب. عيب عليك. هنتشلوح دلوقتي. اتقل بس ماشي مقفول من هنا. تعالى طول ما انت ماشي على الاطراف هتلاقي الاسرار. تعالى بس ورايا تعالى ورايا، ما تخافش ما تخافش. دور على اي علامه على الارض، اي علامه في الارض. أي يعني واحد الأرض. واحد مخلصين عليه صح؟ تعال من هنا تعال من هنا تعال من هنا تعال من هنا. لا ما بلاش الحتت دي يا اسطى عشان بخاف منها يا اسطى. يا عم تعالى، في اوضه هنا، في اوضه بتنور اخضر هنا. فين؟ ايه ده؟ مقفوله مقفوله. تعالى دور لها على طريق. اوكي تعالى طريق. أيوة. ممكن من هنا لف لف لف. في في اثار هنا، في اثار هنا. فين فين الاثار؟ اهي شايف؟ ثواني كده. هنا يا ابني احنا محتاجين لاي علامه، في رسومات بتبقى على الارض. خلاص تعالى دور لقيت. دور انت وانا هدور، واللي يوصل التاني يجيب التاني عنده. يلا بسم الله ماشي. يلا بسم الله نشوف مين اللي هيوصل الاول للشخصيه اللي المفروض احنا ناخد البتوع بتوع الجثث بتاعتها دي ونديها للي مش عارف. انا مش عارف لمين الصراحه، بس عبده بيقول ان دي مهمه، فاحنا ندور على الشخصيه دي.
بسم الله يمين شمال. ايش مشكلة ان كلها شبه بعضها؟ ما تعرفش انت جيت المكان ده قبل كده ولا لا؟ فخلونا ندور كده وانتوا كمان دوروا معانا، واللي يعرف معلومات عن اللعبة دي يكتب لي تحت في الكومنتات المعلومات دي. طب امشي فين؟ امشي شمال ولا امشي يمين؟ ايه ده عبده منضوين. اهلا يا عبده منضوين، تعال. السلام عليكم. تعال تعال. قعدنا نلف لحد ما اتقابلنا. تعال تعال. انت اختفيت تاني. انا قدامك، انا في منطقة كبيرة قوي كده. ده نفس المكان اللي احنا كنا فيه. نفس المكان اللي احنا كنا فيه. ايه ده احنا رجعنا يا اسطى نقطة الصفر؟ تعال تعال. مش ممكن انا، مش ممكن. ايه ده؟ في اثار تاني يا اسطى. انا لقيت باب الخروج، لقيت باب الخروج. اصبر، لقيت اثار تاني. فين باب باب الخروج؟ الهروب، الهروب. لا ده ده باب الدخول. لا ده باب الدخول. ده باب الدخول. تعال تعال ندور تاني. شم شم يا عبدو، شم. في ريحة من التنين كده، ريحة عبدو مانضو. اخوات ايه؟ بس 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 ما تعملش صوت، ما تعملش صوت. تعالى اهو صعد. انا ناسي ان احنا ما بنحبش الصداع. السحب 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 بالراحه، السحب بالراحه. استنى استنى، خدهم صوره بس. استنى تاخد مين صورة. تاخد مين صوره؟ تعالى يا غبي تعالى. استنى بقول لك ايه، زرار الامان اللي في المسدس ده بتعرف تشغله؟ لا لا اسكت، من غير صوت مسدس. سوري يا ابني، من غير صوت. سوري. بص بص اللي رايح لهم المتخلف ده. هو فين؟ فين عبده مندو؟ مين فيكو عبدو ماندو؟ انجزوا يا عم انت يا عبدو. يا يا انت السبب، انت السبب. راح تستخبى. روح اتفرقنا تاني، روح عند نفس المكان بقى متخلف انت. روح روح يا شاب. والله ده دي غلطتي ان العب معاه باك رومز، دي غلطتي. انا عملت نفسي متخفي، انت ليه تضربهم؟ ما انا قايل لك انهم ما بيحبوش الصوت العالي، رايح تترزع لهم في مخهم. ما انت اللي عمال مستخبي وسطهم، هجيبك ازاي؟ انا وصلت، وصلت لنفس المكان. لا اصبر يا عم رمضان، اصبر يا عم رمضان، اصبر يا عم رمضان، صل على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. يا عم مش انت بيجري ورايا يا عم رمضان حقيقي. استنى وصلت لهم اهم. استنى انت فين؟ انت فين؟ انا بجري منه، بجري منه، يا رب ما يشوفنيش. رمضانات. ايه ده، في رسومات هنا، في رسومات هنا يا عبد. وصلت الرسومات. انا عايز اوصل لنفس المكان، اكيد نفس المكان ده هما كانوا عنده. حاول تهديهم. فين يا ولدي؟ والمصحب. انا هديهم، انا هديهم، انا. صلى على النبي. انا هنا متنا. سلام. ماشي. هنا كانوا قاعدين. انا محمود. اسمع الطلق ده يا ابني، انا جيت انا وراك، انا وراك. اجري يا عبدو. اوه ده بيجري اهو. اوف اوف اوف. ايوه خش كده. اوه وصلت الاوضة، وصلت الاوضة. استنى احاول اكتفولك. بس امسكوا امسكوا امسكوا. هيجي ورايا انا. انت طلعت ازاي فوق؟ استنى خدني جنبك. اصبر اصبر، حاول انا وراك. بس بقى صدعتنا بقى، صدعتنا بقى. تعالى ماشي. هو ده؟ اوعى تقرب جنب الجثة، اوعى تقرب جنب الجثة. طب هو دي المفروض ان هي فيها. ما تقربش. طب نشيلها ازاي؟ هتضيع لك هلسك. طب نشيله ازاي ده؟ نقطعه ده ولا ايه؟ اصبر اصبر، انا عارف هنقطعه ازاي. لا هي بتمتص الهيلث بتاعك علشان خاطر تحيا. تحيا هي، تحيا هي. في صوت. لا ما تخافش، ده انا اتخضيت لوحدي بجد. والله اتخضيت لوحدك؟ طب اصبر اصبر كده، هات لنا عربيه. اقول لك انا هجيب، انا اصبر هدا كده. بحاول نقطعه مش نافع. طب اسمع، بجيب عربيه نقل كده ولا نص نقل نركبه فيها. حلو اوكي اصبر. انا هحطه في عربيه في نص نقل في الباك رومز. يا عم ما تقلقش يا عم، انت خايف ليه؟ هو انت فكر ان احنا في الباك رومز ديت يعني في حاجه مرعبه قوي؟ طز. عارف يا محمود، لو احنا كنا فاكر الفتحات اللي احنا نزلنا فيها قبل كده وقتلنا فيها الوحش، لو كنا نزلنا في اخر فتحه كنا هننتقل للمكان دوت على طول. طب تعال تعال يلا تعال. استنى استنى في اخر. ايوه انا رجعت اهو في الزحليقه. اركب. ايه ده؟ اركب. في صوت عربيه. اركب هنا. عربيه هنا. ماشي اركب. ماشي. اسال الله عليك يا عم. ايه ده انا السواق؟ لا لا اسوق انت يا عم. اصبر بقى، حاول انا اجيب الجثه بقى. يا حول الله يا رب. طب اخلص، مستعجل، شغلنا الكاسه. انت بتقطعها؟ ايوه يا عم. اصبر، اربطها بحبل كده في العربيه من هنا. ايوه عايز الجثه ديت اجيبها لك. يلا اركب اركب. بسم الله اتكل على الله. السلام عليكم. المفروض ان احنا بنشد ورا يعني، اوكي فاهم؟ بص معلش معلش، انت فاهم هنا يا ابني؟ انت رخصتك ايه يا ابني؟ يا ابني احنا ماشيين في باك روم يا ابني، رخصتك ايه يا ابني؟ نور نور يا ابني. شغلتك نور العربيه. ادي اشاره يا ابني، ادي اشاره، ادي اشاره، ادي اشاره. خش كده. طب انا وديه فين ده المفروض يا عبده؟
اقول لك انا مودي فين. بص يا صديقي، المفروض ان احنا نتبع الرسومات علشان نقدر نهرب من الباك روم ديت يا ما ابني. انا اتبعت، شفت رسم التلفزيون كده. ايه ده، رحنا المكان. بس استنى كده، ايه انا عندي فكرة. تسألهم؟ انا عندي فكرة. تسأل ابو عم رمضانات. السلام عليكم، بقول لكم يا رجاله، ما تعرفوش ازاي نطلع من الباك روم ديت بتاعتكم، عشان بجد يعني تعبنا. تعبنا خلي بالك اقسم يا اسطى، بالله. ايه خلي بالك، عارف الباك روم ديت فيها مين برضه؟ فيها مين؟ ابو النجا. اركب عبد، اركب عبد، اركب يا عم، اجري ده، اجري يا عبدو، طير يا عبدو. السلام عليكم، اصبر السلام انا عليكم. بخرجك من هنا. بس هي بس فاهم، العربيه تساعدني بس. ده عرب يا ابني، انت جايب عربيه في يا عم الباك روم يا انزل، ابني؟ يا عم انزل، يا عم صاحب انزل، الباك روم انزل لو كده عرف يا عم، كده انزل كان يا عم، هيعتزل الباك روم يا انزل ابني. كده يا عم، فجر العربيه دي كده يا عم، كاوتشاتها تطير. انا اوعى اوعى تطير ناحيه عم رمضان. لا دي راحه ناحيه عم رمضان. لا يا غبي، انت كده رجعتها لنا تاني. طب كويس انت رجعتها. يلا يا عم، لازم نلاقي بوابه الهروب يا شعب. يلا بينا ندور عليها ونخلص من ام الموضوع ده. بعدين بقى عم رمضان، انت يا عم شطربنا ولا ايه يا عم؟ بقول لك ايه، انا بدات اشم كده ريحه بوابه خروج، تعالى كده ورايا، يلا تعالى ورايا. يلا بينا. ايوه يا سلام لا عليك. ايه ده، كهف، كهف ده، خش فيه بسرعه، ده تعالى كهف ورايا، ده بذمتك؟ ده نفق مش كهف. تعالى ورايا، تعالى ورايا. يا القوم انهضوا، قوم مين اللي نقعدوا يا عم، دي شكلها تراب يا عم. امشي امشي، يا كمل عم كمل. تعالى بس يا عم تعالى، لا ما يلا تلزقش فيا كده عشان ما بحبش الاحتكاك. تعالى ماشي، يلا تعالى. وصلت يا محمود يا محمد، ما تقوليش ده وصلنا. الهروب. ايوه هو ده، نط هنا يا باشا، تهرب يا باشا على طول يا نط باشا. يلا. طيب استنى كده، انا اجرب الاول، اقول لك تعالى ورايا ولا ما تجيش؟ اوه بقول لك ده راح فيها، ده راح فيها. تعالى ولا ما تجيش؟ تعالى تعالى، ما تقلقش، منور يا حبيبي. طب يا جماعه، انا دلوقتي في مكان اسود في اسود، والمفروض ان عبده مانتو معايا، يعني هو المفروض هو اللي ما يشوفنيش، هو ابيض يبان شويه، بس انا مش لاقي عبده مانتو، انا مش لاقي عبده مانتو. عبده مانتو فين؟ والنبي والنبي، ما تقوليش ما تقوليش والنبي ان انا نسيته تحت، او اللعبه اصلا متخرج واحد بس من باك رومز. جماعه شكلها في جزء تاني للمقطع ده، لو عايزين جزء تاني للمقطع ده حطوا لايك دلوقتي واشتركوا في القناه لانقاذ عبده مانتو الكوماندو حبيبي الملايين. وبس اشوفكم على خير الله، اتمنى تكونوا استمتعتوا. نهايه حزينه شويه بس اوكي. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتابعوا قناتي على اليوتيوب، حسابي على الانستجرام، وكمان الفيسبوك. سلام. ميك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. ميك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة، بنعمل من الضحكة فنون. ميك مليون.